بعد تدشين وزارة الأوقاف حملة هذا هو الإسلام التي تأتي تزامنا مع بداية شهر ربيع الأول، حيث المولد النبوي الشريف. انطلقت خطبة الجمعة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال علماء القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، متحدثين عن مضمون الحملة وأهدافها. متابعة. سعيا من وزارة الأوقاف لنشر الفكر المستنير وبيان صحيح الدين، وبعد إطلاق الحملة الدعوية العالمية هذا هو الإسلام بعشرين لغة أجنبية طوال شهر ربيع الأول، تأتي من أعلى المنابر بمساجد محافظة الإسماعيلية تأكيدات على لسان أئمة الأوقاف ببدء تفعيل أهداف الحملة وإلقاء الضوء على مضمونها. عمل ندوات دينية في المساجد الكبرى، المساجد الجامعة، في المدن والقرى والنجوع، تدعيما لهذه الحملة التي تظهر مدى سماحة الإسلام ورحمته، وأنه دين الرحمة والوسطية، وأنه الدين الذي يدعو إلى حفظ الأوطان وحفظ البلاد. وستكون لكل إدارة 4 حملات للتوعية، واحدة في المدينة وأخرى في القرى والنجوع، وسيتم نشر الإسلام دين السماحة ودين الرحمة بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نغطي على هذا الفكر الذي أصبح موجودا لدى الناس من التطرف أو الإرهاب. الوقوف على المقاصد والغايات السامية لرسالة الإسلام من خلال التطبيق في ضوء مستجدات العصر بات ضرورة لمواجهة التحديات المعاصرة من أجل كسر دوائر التحجر والجمود الفكري والخروج إلى عالم أوسع بصرا وبصيرة، ما يكبح جماح الجماعات الإرهابية والمتطرفة. ضمنيات أخرى لحملة هذا هو الإسلام. أردنا من خلال هذه الحملة المباركة أن نعلم العالم كله أن ديننا دين يحرم التطرف ويحرم الإرهاب ويحرم القتل ويحرم الاعتداء ويحرم التفجير، ونعلم العالم كله كيف كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. الإسلام حركة حياة لعمارة الكون بحياة اجتماعية آمنة ومستقرة بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، هذا هو الإسلام. وليد هيكل للتلفزيون المصري.